نهار اللي كنت حشته ما كيقراوش تي كيفترش تعال كيمشي يقرا. كاين شي هنا بحال اللي منسيين، هنا كاين الناس عاملها الحفره هنايا ما عندهاش واد الحار. كاين شي باقي شي واحد كيمشي في الغايس؟ حنا دابا زعما ماشي بعاد، راه حنا في وسط المدينه زعما وبزاف على هادشي الصراحه والله العظيم. راه تيهضر كيأدي المصيبه الدري صغار. السلام عليكم. عم درم بزاف الاواول هنا المدرسه، الشتا كطيح ما كيجبروش حتى يجوزوا هنايا. الزنايا بداو هما ما كملوش عليهم، عندك هنا بلا ما نهضر وصافي. هذا الشيء مكرفصن بزاف والله العظيم، الا مكرفصن بزاف. الحديده انت هنا كتشوف دابا ساعه كنجبدوا بعطتنا هنايا، ما عنديش كيفاش نعمل دعاد ديال الاواول من هنايا. الدنيا مكرفصه بزاف، انت هنا كتشوف الغايص كيناش الدراري المدرسه الاواول هنا مساكين كيتكرفصوا، الشتا ما كيجبروش العون. نهار اللي كطيح الشتا ما كيقراوش، حتى كيفطرش تعاد كيمشيو يقراو. كاين شي هنا بحال اللي منسيين، هنا كيخلصوا الضرائب. الناس انا ساكن هنا 5 سنين باش انا ساكن هنا، كاين الناس 10 سنين باش ساكنه هنايا. الله يا ودي هذا المنكر هذا. هاد الزنايق هادو شوف كم بداو هما ما كملوش عليهم، علاش هاد الشيء هذا ما يكملوش على هاد الشوارع هادو؟ بداو هم من النص ديالهم وسمحوا فيهم بزاف. هنا ماشي هاد الزنقه هادي، هنا راه واحد ها جوج راه ثلاثه راه اربعه وراه خمسه سته الزنقات هنا بداو هم وما كملوش عليهم. وهذا الحار انتينا الناس هنايا هنا كاين الناس عاملها الحفره هنايا ما عندهاش شي واد الحار. علاش ما يجوزوش شي واد الحار؟ الطريق ديال الطناش ما عندها شي واد الحار، خص يكون عندها واد الحار ديالها. والرساله ديالي كنوجهها للمسؤول الله يرحمكم الوالدين ديالكم، يجي يعدلوا لنا هذا الشيء هذا. كنطلبوا منكم والو، طلبوا منكم يعدلوا لنا هذا الطريق هذا. حنا الضرائب ديالنا كنخلصوهم، المسائل ديالنا الرخصه ديالنا كل شيء كنأديوه، كنخلوا والو حتى شي حاجه ناقصه. وانتم الله يرحمكم الوالدين ديالكم اجي شوفوا من حالنا هنايا. الصراحه في كل عام فيما كطيح واخا غير شويه الشتا، الغايس الروينه العوال كيمشيو للمدرسه بحال اللي عايشين في شي قريه راه نائيه، ماشي شي حاجه اللي هذا. حنا دابا زعما ماشي بعاد، راه حنا في وسط المدينه زعما وبزاف على هذا الشيء الصراحه والله العظيم. مورانا قدامنا ليهن، حنا بوحدنا اللي جينا في هاد البلاصه هادي. دابا راه جيتو جبرتو الدنيا يبسات شويه، خصك تجي البارح ولي البارح وتشوف الحاله كيفاش عامله الناس والله العظيم. لا واخا يكونوا ساكنين في البوادي ما نعرف كيفاش وما كتكونش هذه الحاله، والناس عندهم المحلات ديالهم هنايا، عندهم ناس خدامه ولكن مكرفصه الصراحه. راه تيهضر كيأدي المصيبه الدري صغار، واش فهمتي؟ حنا عندنا دري صغار هنايا انت كتشوفها كاين شي الدراري كامله دابا رجعت كتصيب لها الزبلات. حنا ما عندناش الربح، حنا عندنا الربح الشباب ديالنا يمشيو يتعلموا يقراوا، واش فهمتي؟ خصهم يشوفوا لنا الحال ضروري، لا هذا ولا هذا الطريق. كاين شي باقي شي واحد كيمشي في الغايس في الباديه وعند من الاصلاحات؟ ايه في الباديه وعند من الاصلاحات، الله يجازيهم بخير. شوف الطريق راه ماشي شي حاجه كبيره، داخل الحومه مصلوحه، ولكن الشارع اللي مهم هو ما مغيص، فهمتي؟ العواول مكرفسين والنساء مكرفسين والسلعه مكرفسه، وحنا بدينا كانت كرفسه وما كيبغي عاد يدخل عنا الغايس هذا. حنا مثلا هنا بقاله ما يبغيوش الناس يدخلوا عنا، حتى الشركات ما كيبغيوش يدخلوا عنا على حد. يقول لك تما الدنيا مكارصه كلشي كيهرب من هنا، ماشي هو هذاك سين ضروري. خص الانسان هيدا وهيدا هيدا وهيدا والله يهديهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.